السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نصايب معكم لا سوب. غادي ندير جوج بطاطات متوسطات، نص كورجيتا، شويه الفلفله خضراء، واحد المطيشه، شويه ديال القرعه، واحد خيزوه مقطعه، شويه ديال البصله، وعندي شويه تاع شو بروكسيل، وغادي نزيد عليهم شويه تاع الشيفلور. بسم الله. غادي نديرو كلشي في الطنجره. غادي نديرو شويه ديال الزيت الروميه، غادي نديرو الخضره كاملها في الطنجره، نشحروها شويه. بسم الله. القرعه خليتها كبيره شويه حيت دغيا كطيب. غادي نرد كلشي فوق النار ونشحروه مع العطريه على نار متوسطه. غادي نديرو كلشي يتشحر. غادي ندير شويه الشيفور عندي في الكونجيلاتور حتى هو. المهم تقدروا ديروا اي خضره عندكم في الدار، كتجي بنينه. تقدروا تقطعوا الخضره كيما بغيتوا حيت في الاخر غادي تطحن. هاي ندير معلقه صغيره تاع الزبده. شويه ديال الملحه. شويه التحميره. شويه ديال الخرقوم. شويه ديال البزار. خلي كلشي يتشحى شويه، عاد نزيد عليه ما طايب. معلقه تاع الزبده اللي درت كنزيد عليه نكهه زوينه، مذاق زوين. الربيع غادي نخليه حتى الاخير ونديرو. غادي نخلي كلشي يتشحر شويه نعاود نرجع معكم. ها هي من بعد ما تشحرات مزيان نفقات الميه ديالها. دابا غادي نزيد عليها ما طايب. الماء الكافي فاش غطيب الخضره ونسد عليها ونخليها تطيب. هاد نطحنها ونوريكم لا تيكستور كيفاش كتكون في الاخير. نقول لكم الريحه طالعه منها زوينه وكتجي بنينه. يلا طيب لينا الخضره ونرجع معكم ان شاء الله. ها هي من بعد ما طابت لينا الخضره دابا غادي نطحنها
من بعد نردوها فوق البوطة شوية عاد نخدموها ان شاء الله. بسم الله. نرجع معكم ان شاء الله. ها هي من بعد ما طحنتها كتجي ما ثقيله ما خفيفه. دابا غادي نقدمها معكم. بسم الله. طلع منها ريحة مشهية. يلا نقول لكم اللي بغى اول اللي بغيت يطحن معها فرماجة ممكن يطحنها معها، واللي بغى يزوقها بشوية الربيع خضر من الفوق يزوقها به. يلا نقول لكم شاية طيبة وبسلامة عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوش ديروا اللايك وابوني وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم واحبابكم. سلامة.